الزيارة اللي تمت لجمعية البر الأهلية بالمضيلف. بالمناسبة قبل ما نسمع من الشباب وناخذ منهم بنعلن إن شاء الله أعلى ثلاثة في الروابط. الأول بيكون لألف نقطة، الثاني بيكون لخمسمائة نقطة، عذراً ثمانمائة نقطة، الثالث بيكون لخمسمائة نقطة، بالإضافة إلى ألف ومائة نقطة اللي بنوزعها إن شاء الله في أثناء الفقرة. طيب حياك الله يا عامر. يا مرحبا ومسهلا فيك. أبقاك الله يرعينا. خلينا كذا ندخل مباشرة في الموضوع. طبعا للعلم والله ما اتفقت معهم على أي سؤال وأنا متعمد. سمي بغرة. حتى يعني كان يجيني واحد يقول ترى أنا ما أدري شلون أعبر، قلت له عطني باللي أعطاك الله كذا بعفويتك. لكم السلام الحين يا موسى. أبي الكلام اللي يطلع من القلب يوصل حتى لو كان مخربط تراه بيوصل بإذن الله. حياك الله يا عامر. الله يبقيك. السؤال اللي كذا ودي أسألك إياه أنت نفس السؤال ترى بسأل لحبيبنا فلاح. أنتوا طلعتوا من هالمكان حلو. بس كذا ابتداء عطني شعورك لما قلت أنه اللي بيروح للجمعية هو عامر. أنا والله يا أبو غلا الشباب الموجودين والمشاهدين كلهم يدرون أني باني لي لستة أهداف قبل البرنامج، قبل يوم جت الفكرة في رأسي أني بإذن الله من ضمن اللستة هذه كنت أشوف اللي يطلعون الجمعية قبل في النسخ السابقة، البرامج السابقة. نعم. في البرامج السابقة وكانت أحد أهدافي والله. جميل. واللهم لك الحمد تحققت، وكانت فرحة يوم التأسيس، فرحة الخروج بعد كم ساعة زادتها فرحة. يا سلام يا سلام. التعبير احنا طبعا لأول مرة نعلن السفراء اللي بيطلعون في مثل هالمناسبة اللي صارت يوم التأسيس، لكن ما كنا نشوف انه في وقت اجمل وافضل انها تعلن الا في هذه المناسبة، فتصير الفرحة فرحتين ان شاء الله. طيب فلاح نفس السؤال، عطنا الشعور اللي اول ما قلنا والله فلاح اللي بيطلع للجمعيه. والله طال عمرك الشعور والله يعلم الله اني ولله الحمد والشكر في لحظتها كانوا حتى اخواني موجودين مع الزملاء مع اخوان بعض اصدقائنا اللي جو مع النجوم الاولين السابقين مع الاداره على راسهم مالك القناه الله يطول عمره. فاثناء الاعلان يعلم الله ان كني في لحظتها كني فعلا كاني في حلم. اي والله شعور لا يوصف. ما كنت متوقع ابدا؟ ما كنت متوقع، ما هو ابدا، لا والله فيه ها، لكن المنافسه يعني شديده وقويه. صحيح. اخويانا ما قصروا نهائيا، واعيد واكرر اي واحد منهم والله لو ان اي واحد من ال 24 رجال طلع ان يمثلنا خير تمثيل بعد يمكن يزيد على اللي سويناه. اي والله. شعور لا يوصف ابدا، ولو بغيت اوصفه بقصيده ولا بكلام والله اني بعجز. لكن الحمد لله القصيدة اللي بناخذ قصيدة لازم هذه فيك فيك على والله خشمي لك إذا قدرت لأنه والله الموقف جعلني معدنك. طبعا أتوقع أنه عامر كان متوقع أنه بيروح لأنه ما شاء الله الخمس دروع ذيك كافية. اللهم أتحدث عنا آخر أيام جت فيها منافسة. أي والله في منافسة وبنعلن الرابط وبتشوف كيف المنافسة صايرة ما شاء الله. يستاهلون والله. فأنا أعرف وهذه عادة كل برنامج كذا الأسبوع الأخير في آخر يومين ثلاثة يجيك واحد مدي من وين جاي مدرعم ثم يجحفل العالم كله. طاع 70,000. والله يا اخوان هذه صارت. وتلقاه بعضهم اصلا يعني ما هو دخل في المنافسه حقت خلينا نقول الجوائز اللي هو نجم الجمهور والاول والثاني، لا من الناس اللي طلعوا برايمات ثم رجعوا، لكن ما شاء الله كذا حاط له هدف وفعلا تلقاه حققه وصارت. والامثله ذكرناها قبل. انا ودي حقيقه عشان يكون منطلقنا واضح نبي نشوف الفيديو مع بعض وشغلوا لنا الشاشات وخلونا نشوف شيء بسيط من اللي شافوه الشباب في أرض الميدان. أعطونا المقطع. نقول ما في مشكلة. أي أبد أبد عادي. تقربون من الشاشة قصدك؟